فصل تشريعي انتهى عمره الدستوري دون إنجازات يعود نفعها للمواطن البسيط الذي شكى عبر شاشة التغيير سوء التدبير وعدم الولوج إلى متطلبات الشارع العراقي، والتماس معاناة العراقيين لتشريع قانون افتقدها العراقيون الذين وصفوا عمل مجلس النواب لصالح الكتل السياسية لا غير. بالفترة السابقة ولحد يعني لحد هاي الساعة هم ما اشتغلوا عمي صحيح، يعني ما اشتغلوا شغل، يعني بحيث يعني ماكو قرار فاد الناس اللي متضررين. ترى هي ناس هسه هاي اللي طالعة الفئة المتضررة، وأول ما طلعوا ترى ما طلعوا على التغيير، أول ما طلعوا طلعوا رادوا تحسين، يعني أولا تحسين المعيشة، تحسين الخدمات، عبارة من مؤسسة أنه يصدرون قرارات بس من أجل الفلوس لا غير شيء. ما هو قدموا لك حالة إنسانية؟ قال يقولوا لي ما هو القرار والقانون اللي صدر في البرلمان بحق الشعب واستفاد منه الشعب غير السياسيين؟ يعني البرلمان جايبينه مسوينه عودة يضربون المواطن ويذبحون به المواطن ويسرقون المواطن يدون حق وش قانونيات نفسهم. ما هو من أول يوم البرلمان لحد الآن اللي 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 يقول نحن قدمنا هذا الشيء للشعب؟ برلمان عبارة من أحزاب. أما الجانب الآخر الذي زاد الطين بلة هو أن مجلس النواب وبدلا من أن يمدد عمر هذا الفصل التشريعي تزامنا مع الأحداث الأخيرة المتأزمة دخل في عطلة تشريعية عمرها يناهز الشهرين، أوصل المتظاهرين في ساحة الاعتصام إلى مرحلة الامتعاض من هذه الإجراءات. مرفوضة رفضا تاما ومرفوضة رفضا قاطعا، ليش؟ لأنه هذه مراوغة جديدة، ألعاب جديدة، أساليب جديدة اخترعوها مجلس النواب في 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 سبيل تمديد أطول مدة بالحكم. فشنو فائدة بعد هاي العطلة التشريعية وهذا؟ أنت يعني منتهي من عدها، هاي المسألة مالتنا احنا منتهي من عدها. لعل المحاصصة المقيتة والعمل بمبدأ الطوائف المتعددة في الميدان السياسي جعل الأوضاع تتعقد هكذا، فالتظاهرات تجاوز عمرها 3 أشهر ولا حلول مرضية للعراقيين حتى الآن. رض شعبي واسع لأداء مجلس النواب في فصله التشريعي الثاني وما سلف من عمره الدستوري، والذي عقد الأمور أكثر وزاد غضب المتظاهرين أكثر هو دخول مجلس النواب في عطلة تشريعية كان من المفترض أن تؤجل لفترة زمنية أبعد. من ساحة التحرير في بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.